في الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والمسلمون كما تعلمون الآن في حروب مع النصارى وفي فتن بينهم، فينبغي لنا أن ندعو لإخواننا المسلمين أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم من الكفار من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين والملحدين، وأن ندعو لإخواننا الذين ظهرت بينهم الفتن أن يصلح الله ذات بينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمتهم الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائنا وأعداء الله ورسوله من نصارى الصرب المعتدين، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الشيشان على الشيوعيين الملحدين الذين لم يراعوا فيهم إلا ولا ذمة، وهو على كل شيء قدير. وعليكم يا إخواني بالدعاء في مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة، في حال السجود، في آخر الليل، فإن الله تعالى ربما يجيب دعوة من إنسان لا يؤبه له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبرة. أقول بارك الله